أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد، وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عظم الله أجورنا وأجوركم. في هذه الليلة وقفتنا مع آية وفكرة ترتبط بالآيات 71 إلى 76 من سورة يوسف، وفيها أمران في نوع من الغموض يحتاج إلى شيء من التوضيح، إن شاء الله يتبين تدريجيا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. نبي يوسف عليه السلام سوى له مكيدة معينة حتى يحتفظ بأخيه اللي هو الأخ الأصغر، اللي هو الأخ الشقيق، اللي يبدو أنه كان مضطهد بين الأخوة غير الأشقاء. فالنبي يوسف عليه السلام أراد أن يحتفظ بهذا الأخ الشقيق لكي يبقى عنده، فسوى له نوع من المكيدة في هذا المجال، فوضعوا صواع الملك في رحل هذا الأخ الأصغر. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون. قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كاذبين. إذا طلع هذا كلامكم مو صحيح وفعلا أحد منكم أو أنتم سرقتوا هذا الشيء. قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. هذه الآية فيها نوع من الغموض، ماذا يعني جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين؟ في نوع من الغموض، نحاول نستوضح. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه، ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. هذا الأمر الآخر اللي نحتاج أن نستوضحه، ماذا يعني ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. طيب، فإذا سؤالنا الأول، ما معنى ما جاء في الآية 75؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله فهو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. طبعا المفسرون انقسموا في رأيهم حول معنى هذه الآية، وهناك عدة أطروحات في هذا المجال، في إرجاع الضمائر، في تقدير بعض الكلمات، ما المراد من هذا. أنا سأطرح عليكم رأي من الآراء، أرتئي بأن قد يكون هو الأقرب إلى يعني جو الآية وسياق الآية. إخوة يوسف سئلوا عن جزاء هذا العمل، إن سرقة صواع الملك، ما هو جزاء من قام بمثل هذا الأمر؟ كأن يبون يستنطقونهم حتى أهم يقولون الجزاء هو كذا وكذا، كأن أهم يحكمون على نفسهم، بحيث إن لا أحد منهم يحتج بعدين ويقول شنو، يقول لا هذا ظلم، ليش سويتوا فينا كذي، إحنا كذا كذا، أنتوا قلتوا. وفعلا عمليا إحنا وجدنا صواع الملك عند فلان اللي هو الأخ الأصغر. فإذا سئلوا من أجل أن يقروا على أنفسهم بالعقوبة، فانصب اهتمامهم، لأنهم يدرون أنهم مو مسوين شيء، فانصب اهتمامهم على نفي تحملهم بمجموعهم مسؤولية ذلك العمل. يعني شنو؟ يعني قالوا إذا أحد من عندنا مسوي هذا الشيء فالعقوبة المفروض ما تترتب علينا كلنا، ولا تزر وازرة وزر أخرى، إذا لقيتوا أحد من بيننا مسوي هذا الشيء هو يتحمل المسؤولية. فانصب اهتمامهم
على هذا الأمر. ولذا قالوا جزاؤه، جزاء هذا السارق يعني جزاؤه عندكم أنتم في شريعتكم وقانونكم اللي بهالدولة، أن يعاقب من وجد في رحله. هذه الكلمات اللي باللون الأبيض هي إضافة توضيحية حتى تبين ما هو المراد. جزاؤه يعني جزاؤه عندكم أن يعاقب من وجد في رحله، وليس أي أحد آخر، فقط هو اللي سوى هذا الشيء هو يتحمل المسؤولية، لا تحملون جريرته. أي جزاء هذا العمل عندكم وفي قانونكم يقع على السارق الذي وجد صواع في رحله، ولا يتحمل الآخرون تبعة سرقته. جزاؤه عندكم أن يعاقب من وجد في رحله، بعدين شو يقول؟ فهو جزاؤه، يعني فهو جزاؤه أيضا عندنا نحن في شريعتنا، لأنهم جايين من بلد آخر، هم جايين من مجموعة سكانية أخرى، عندهم قوانينهم الخاصة اللي تختلف عن قوانين اللي كانت في مصر. فيقول له شنو؟ القانونين منطبقين على بعض، أنتوا عندكم ولا تزر وازرة وزر أخرى، إحنا هم عندنا شنو؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. جزاؤه عندكم أن يعاقب فقط الذي، من يعني الذي وجد في رحله، فهو جزاؤه عندنا أيضا نحن في قانوننا وشريعتنا. ليش؟ لأن عدم فعل ذلك يؤدي إلى الظلم، ونحن كذلك نجزي الظالمين، يعني فقط العقوبة تقع على من؟ على الظالم. وأما أهله فأبرياء، وإذا وقعت العقوبة عليهم فهذا ظلم، هم ما سووا شيء. لاحظوا شلون هني القضية، أن يبون يقولون فقط إذا أحدنا مسوي هذا الشيء اخذوا هذا. ولذا بعدين شو يقولون؟ إن يسرق فقد سرق، قطوها براسه خلاص، قال حرامي وأخوهم حرامي كان من قبل. أي وهذا الجزاء يتوافق مع ما في شريعتنا من أنه لا تزر وازرة وزر أخرى، ولا يعاقب إلا الظالمون أنفسهم. كذلك كدنا ليوسف، لقد ألهمه الله هذه الحيلة والمكيدة ليبقي أخاه الصغير عنده، بحيث جعلهم هم الذين يحكمون بهذا الحكم. كذلك الله أراد أن هذه المكيدة تتحقق، لأن هذا في صالح النبي يوسف، وفي صالح هذا الأخ الأصغر، وفي صالح الظلام اللي كان يعيشها النبي يوسف عليه السلام. كذلك كدنا ليوسف، الله ألهم هذه الحيلة والمكيدة. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، شنو يعني؟ ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك. كلمة دين، خلنا نرجع إلى أصلها اللغوي. إحنا نعرف لما نقول الدين يعني الشيء اللي إحنا نؤمن فيه، بس في اللغة العربية كلمة الدين ليست فقط بهذا المعنى. مثلا في سورة الفاتحة كل يوم إحنا نقول مالك يوم يوم الدين، يعني شنو؟ يوم العقيدة؟ مو يوم القيامة ولا يوم العقيدة. مالك يوم الدين يعني مالك يوم الدينونة، يعني يوم الحساب، يعني يوم الذي تتجلى فيه سلطة الله فيحاكم الناس، هذا معنى يوم الدين. ولذا المسيحيين يسمونه يوم الدينونة، بالمسلمين يقولون يوم الدين، المعنى واحد، هو يوم الحساب. فكلمة الدين لازم نرجع لأصلها اللغوي نشوف شنو أصل المعنى. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني شنو في دين الملك؟ يعني يبي حول إلى دين الملك. كلمة دين بحسب ما ذكره ابن فارس في معجم مقاييس اللغة يرجع الكلمة إلى أصلها، معناها الأصلي. كلمة دين الدال والياء والنون أصل واحد، يعني المعنى الأصلي مالها معنى واحد، يرجع إليه يرجع فروعه كلها.
كل الفروع، يعني لما نقول الدين يعني المعتقد، لما نقول الدين يعني الحساب، الدين لما نقول يعني السلطة، الدين يعني كذا، كلها ترى بالأساس بالأساس معنى واحد، بعدين تفرعت المعاني الأخرى منها، وهو جنس من الانقياد والذل. هذا المعنى الأصلي لكلمة الدين، ما يدل على الانقياد والذل. فالدين الطاعة، يقال دان له يدين دينا إذا أصحب وانقاد وطاع. دنت لك يعني شنو؟ أنا في طوعك، أنت سلطتك علي قوية بالمستوى اللي أنا شنو؟ أطيعك في كل شيء. هذا هو المعنى الأصلي لكلمة الدين. فأما قوله، يقول ابن فارس، فأما قوله جل ثناؤه ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، فيقال في طاعته ويقال في حكمه، ومنه مالك يوم الدين، يعني أي يوم الحكم، وقال قوم يوم الحساب والجزاء، وأي ذلك كان فهو أمر ينقاد إليه، سواء قلنا الحساب والجزاء أو الحكم، النتيجة واحدة، أن الكل في يوم القيامة مطيعون لله، منقادون لأمره، فيحاكمهم ويحاسبهم ويجازيهم. هذا معنى مالك يوم الدين، هذا معنى الدين في هذه الآية. إذن الآية اشتبه تقول مالت النبي يوسف، أي لولا تلك المكيدة لما كان ليوسف من حق وسلطة بحيث أن يجعل أخاه تحت سلطة الملك ويرضخ بالبقاء في مصر. يعني المكيدة من أجل ماذا؟ أن يجبر على البقاء. شلون يجبر على البقاء؟ بحيث يصير محكوم بحكم يستدعي منه أنه ما يقدر يرجع. ليش؟ لأنه متهم بالسرقة. فهذا معنى ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، يعني أن يجعله تحت سلطة هذه الحكومة، بحيث مع أنه هو من الرعايا اللي ما ينتمون لهذه الحكومة، بس ما يقدر يرجع لديرته. ليش ما يقدر يرجع لديرته؟ لأن هذا البلد حكمت عليه بحكم أنت سارق، تبقى هني تنفذ العقوبة. هذا معنى الآية. إلا أن يشاء الله، لقد كانت هذه مشيئة الله عز وجل في مجريات الأحداث. فبدأ بأوعيتهم أول شيء حتى تكتمل المكيدة، ما راح سيد حق هذا، أول شيء دوروا عندهم كلهم، لما نعيزوا ما لقوا شيء راح حق آخر واحد. ثم استخرجها من وعاء أخيه، كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله. بعدين يقول في الآية 78 قالوا يا أيها العزيز، يقولون حق النبي يوسف، إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إنا نراك من المحسنين. قال معاذ الله، ولا تزر وازرة وزر أخرى، قال معاذ الله أن نأخذ إلا من وجدنا متاعنا عنده، إنا إذن، إذا ما سوينا كذي راح نكون شنو؟ إنا إذن لظالمون. إذا عاقبنا أحد الأخوة فحين ذاك شنو يكون؟ ظلم. هذا مو مرتكب شيء، اللي ارتكب الجريرة يتحمل المسؤولية. الطريف هني أن لما نرجع إلى التوراة قصة النبي يوسف، يقول ففتش مبتدئاً من الكبير حتى انتهى إلى الصغير. هذا المقطع يلتقي مع الآية القرآنية. فوجد الطاس اللي هو الصواع في عدل بنيامين، بنيامين اللي هو الأخ الأصغر الشقيق، لقاه هناك في رحله. فقال يهوذا اللي هو الأخ الكبير، ماذا نقول لسيدي؟ يعني من حرجين احنا منك أيها العزيز، شو نقول لك؟ ماذا نتكلم وبماذا نتبرز؟ عفوا نتبرر، شنو التبريرات اللي نجيبها؟ الله قد وجد إثم عبيدك، ها نحن
عبيد لسيدي. احنا كلنا تحت شنو؟ طوعك، عبيدك، احنا تحت امرك، احنا تحت سلطتك. الان انت سيدنا، انت تحكم فينا. نحن والذي وجد الطاس في يده جميعا، كلنا اسراء عندك. ما كان ليأخذ اخاه في دين الملك، سلطة الملك في سلطتك انت، فقال حاشا لي ان افعل هذا. نفس اللي في القرآن الكريم اللي شنو قال؟ معاذ الله. هنا يقول حاشا لي ان افعل هذا. الرجل الذي وجد الطاس في يده هو يكون لي عبدا، هو اللي يصير شنو؟ تحت سلطتي انا، واحكم عليه بما احكم لانه سرق. واما انتم ولا تزر وازرة وزر أخرى، فاصعدوا بسلام إلى أبيكم. والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد.